humans. We've come a long way to get where we are today. Looking back, it's hard to believe what we have achieved. What drives us forward? What spurs us on? It's our insatiable need to learn and know, to do and grow, to twiddle and tweak in 2.0. We humans, we're never done. We've made monuments and cut through continents, mastered human flight, sent up satellites, walked in outer space, created user interface, built cities on sand, turned sea into land, and still, we're not done. We made levitating trains and open world games, constructed super towers and grids for solar power, made houses smart, turned food into art, built self-driving cars and taught bots to play guitars. But no, we're not done. We found cures for disease, performed symphonies, probed the ocean floors, made machines do our chores, deconstructed quarks, studied great white sharks, sequenced our genomes, and even 3D printed homes. Are we done yet? Oh no, we're not done. In fact, we need to do even more than ever before. Our planet is in need of help. There are challenges we can't ignore. But remember, we are humankind. No job's too big if we set our minds. If we all embrace the spirit that there really is no limit. If we rise to this occasion and come together across nations. If we integrate and ideate, we can make the future great. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كفاءات الإمارات. وكما عودناكم دائما كل أسبوع نستضيف نخبة رجال الأعمال. رحبوا معي بالمستر محمد. مستر محمد محبوب مرشد، مساء الخير مستر محمد. مساء الخير. كلمنا عن مستر محمد، كيف يجي داخل دولة الإمارات يبلش بيزنس داخل الدولة؟ الحمد لله، أنا يجي داخل الإمارات 2004. أول يجي قبل يجي ملنا أخو كبير، أنا يجي 2004 بعدين افتح المال العزبة للتجارة غير السيارات. جميل جملة. وبعدين شوية شوية بيزنس يجي أب الحمد لله. سوي مساعدة هدفي منك معتن فيه واحد بابا سيمسن بابا ملنا وصي هيلف زيادة. بعدين الحمد لله حين أنا كم سنة تقريبا 14 سنة ما شاء الحمد لله أنا سوي بيزنس منا دخل إمارات الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. مستر محمد، شو أنت يقدم خدمات للزبون لما يجي كاستمر؟ أنت شو يقدم خدمات؟ أنا سوي خدمات، هذا يجي نفرت، أنت عارف هذا كرقم صناعي رقم 6، هذا نفرت يجي زيادة مواطن. أنا هو يجي أنا بيها كتغير السيارات، أويل، بطارية، وفي صفايف، بيرنجات، بعد في زينة السيارات شوية. الحمد لله هذا أنا كل سامان بيها. الحمد لله، يعني أنت بتجيب كل إشي لقطع غير السيارات، كل إشي موجود داخل المحل. الحمد لله كله متوفر، ما في كله بس شوية يعني 90% موجود يعني تقريبا. جميل. طيب مستر محمد، شو انت يميز داخل المحل شركة العذبة لقطع غيار السيارات؟ شو المميز داخل المحل؟ especially بطارية سيارات. yes. special في oil. yes. في بيرنجات، رادياترات، مالكوندنسر، هذا سامان الحمد لله زيادة. الحمد زيادة لله عبية. اسعار كله زين، سعر الحمد لله بيت. سعر كل نفر فرحان من السعر، يجي نفرات كله الحمد لله فرحان. جميل. مستر محمد، انت لديك نظره مستقبليه ان شاء الله، فور ذا فيوتشر. شو نظره مستقبليه مال مستر محمد ومال الشركه العذبه لتجاره قطع غيار السيارات؟ الحمد لله انا اريد حق الفيوتشر، انا اريد افتح محلات زياده كله يعني داخل الشارجة، عجمان، داخل أبوظبي، دبي، كله. أنا أريد كل مكان واحد يفتح محل إن شاء الله. أنت يكون داخل دولة الإمارات جميعا وكمان خارج دولة الإمارات
إن شاء الله. الآن مستر محمد ننتقل من الجانب العملي إلى الجانب الوطني. دولة الإمارات، ماذا تقدم لك دولة الإمارات من مميزات، من خدمات، من تسهيلات داخل الدولة؟ داخل دولة الإمارات كل شيء سبيشال. أنت أي مكان سير ولا خدمة نمبر وان كل شيء. أنت أي مكان سير إميجريشن، سير ليفر، سير أي مكتب، الحمد لله كله يعني سيرفيس نمبر وان داخل الإمارات. يس. كله نمبر وان. الأمن والأمان داخل الدولة. يس. كلمنا داخل الدولة أمن وأمان. أنت الآن يسير خارج محل، لو ينسى محل مفتوح نو مشكلة. لا سيكوريتي داخل الإمارات سيكوريتي نمبر وان. لو أنا مفتوح محل أنا أسير برا، لا ولا نفر يجي منك ولا شيء تشوري، لا الحمد لله منك سيكوريتي، منك قانون، كل شيء الحمد لله زين. الحمد لله جميل. نمبر وان. طبعا هذا الأمن والأمان هناك رجال قائمين على هذا الشيء، فبدنا منك رسالة شكر مع الحكام وشيوخ دولة الإمارات. Special thanks for كل شيخ، كل يعني ministry، كل مواطن ولا كل نفر، كل منك داخل الإمارات كل شيء أوكي مميز، كل نمبر وان، كل نفر يعني ملا مواطن helpful، سي help أي شيء اسأل زي هذا هو الجواب زي نمبر وان. أنت سير منك هذا صح هذا صح هذا صح. مواطن كل شيخ يعني مكتب أي مكان سير أنت سير يقدر حصل كل شيء حصل. طبعا بعد شكر الله تعالى نشكر الشيوخ وحكام دولة الإمارات على ما قدموه من هذه التسهيلات. والآن مستر محمد، هناك شخص أو أشخاص كانوا داعمين لك خلال مسيرتك المهنية، لمن تريد كلمة الشكر؟ especially thanks especially شكرا فر أخو كبير مالنا في family مالنا كله supporting me every time supporting me كل شيء. thanks for all my family member and especially thanks for my elder brother. ما شاء الله، وإحنا بنوجه لهم رسالة شكر من خلال برنامجنا. thank you شكرا لك مستر محمد.